السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الدكتور ناصر العمر في تفسير الآية هذه في آية الدين، قال: فتذكر إحداهما الأخرى. قال سبحان الله أن المرأة أقدر على إقناع المرأة من الرجل، فلذلك قال عز وجل: فتذكر إحداهما الأخرى. وفي الآية فوائد، منها تحاشي كلام المرأة مع الرجل الأجنبي لغير حاجة، وكذلك احتمال أن المرأة تنسى فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا وارد. فهذه فوائد عجيبة في هذه الآية، آية الدين، فتذكر إحداهما الأخرى.